إكسبرس باي توتال إنرجي. تغطيتنا لكان توتال إنرجي الكامرون 2021 متواصلة. مرحبا بكم في كان إكسبرس. مشوار المنتخب انتهى لكن الكان ما زالت متواصلة حتى 6 فيفري 2022. سعيد جدا بمرافقتكم وليد برحومة قدام الميكرو، معايا في الإخراج علي باشا، وترافقنا سارة الجلالي في الفيديو. تلقاونا على فيسبوك ويوتيوب. اسلام المدب، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وليد، تحية ليك ولكل المستمعين. يحضر بحذانا ضيف اللي هو ولد الدار قبل ما يكون ضيف، سامي العكريمي الصحفي صديقنا وزميلنا. اهلا وسهلا بك سامي. اهلا وليد، اهلا سلام، اهلا بكل المستمعين. ما نعرفش كيفاش تعدى عليكم الويكاند، خاطر يظهر لي كان ويكاند صعيب برشا، ويظهر لي كلنا على امتداد الويكاند نعاودوا في الماتش في مخاخنا ونحاولوا نفهموا سبب الانسحاب نتاع المنتخب الوطني التونسي ضد بوركينا فاسو. ما نعرفش الى اي مدى نجحتوا كانكم على الاقل تحطوا اسباب واضحه للانسحاب هذا يا اسلام. هو اللي دغري شويه اللي كان كنا معنا نمشيو اكثر في الكان هذه، لكن بعض الاختيارات ولو انه اغلب الاختيارات خاصه سرعة الأحداث، حتى كي روحنا لتونس إقالة المدرب من مطار خلينا نقول، ومازال كي وصل لتونس تتم إقالته وتعيين جلال القادري هل هو الحل الأنسب ولا لا. تقريبا هذم أسئلة باش نحكيو فيهم اليوم مع ضيفنا إن شاء الله. على امتداد الحصة سامي، نعرف اللي عنده أسبابه وذاك علاش خليه ما بعد المداخلة مع أنيس السحباني اللي يسمع فينا. ما نعرفش دوري مازال أنيس في قروة، نسألوه. أنيس أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وليد، مرحبا بسلام، مرحبا بسامي. موجودين في دوالة وليد، في دوالة، حدد مكانك في دوالة. روحنا البارح من القروة في طائرة، مش عمد تذكار فيها وندي، ثم عمان كملنا ثنية الدوالة، وغدوة إن شاء الله باش نعاود نرجعوا لها وندي، نبقاو الغادي حتى للدور النهائي، باش نحضر الدور ربع نصف النهائي على الأربعاء والخميس، ثم نهار الدور النهائي على الأحد إن شاء الله في مدينة ياوندي. باهي أنيس، نتصور كل مدينة بالفعل حبيناك تدورها مع المنتخب على غالب معناها هذاك اللي قدر ربي. أنيس أكيد التغطية الإعلامية من غير مقابلات المنتخب تفرق تماما في كان، معناها وقت اللي تبدأ عندك أونترينمون وماتش جاي وتصريحات وغيره، غير وقت اللي تبدأ باش تتابع كمحايد في الأخير. معناها بالطبيعة هو تعرف بين الماتش والماتش بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يتعداو تقريبا في المعدل 3-4 أيام، نهار تحضر الأونترينمون، نهار تحضر معناتها الأونترينمون بالتصريحات، نهار تحضر ندوة صحفية، ونهار تحضر الماتش. يعني تقريبا ديما مشارجي الأيامات نتاعك، فما ما تخدم، فما ما تعمل في هنا في التغطية هذيا اللي كان الكامرون، سواء بالنسبه لنا احنا في اكسبريس اف ام ولا بالنسبه لبقيه وسائل الاعلام. المغادره نتاع المنتخب الوطني التونسي خلتنا بالطبيعه كنا ما كان من المفروض انه غدوه باش نشدوا الرحال مره اخرى لياوندي، كان هو بيده نفس البرنامج، لكن انك ترجع لياوندي والمنتخب الوطني التونسي يستعد باش يواجه منتخب سنغالي، مش كيما باش يمشي لمشاهده منتخب بوركينا ومنتخب السنغال. للاسف غادر المنتخب الوطني لكره القدم، والبارح زاد كنا في توديع في المطار، مطار قروة، وقت اللي يروح المنتخب الوطني التونسي كان معهم زاد رئيس الجامعه، لكنه بقى هو موجود هنا في الكامرون، تعرف هو رئيس اللجنه الطبيه في الاتحاد الافريقي لكره القدم. باه انيس، وقت اللي تودعوا في الملاعبيه، وقت اللي الوفد باش ياخذ طياره ويروح، اكيد فما بعد هزيمه ديما فما الاجواء نتاع الديسيبسيون، خيبه الامل. ابار هذا كان فما واضح بوادر نتاع اقاله مدرب كي نخلطوا لتونس؟ واضح، كان واضح بالنسبه لي، نحكي التحليل الشخصي واضح، كانت خاصه على الملامح المدرب المنظر الكبير، واضح انه علموه باي طريقه، كيفاش علموه، شكون علموا، هل تفاهموا على طريقه. انا حسب اعتقادي الشخصي وليد انه تفاهموا على الاقاله او الاستقاله بطريقه افضل من اللي صارت به، يعني تفاهموا انه يكون ما نعرفش يمكن الامور باش تكون وديه اكثر، انهم يعملوا ندوه صحفيه، انهم يعملوا باساسيون. شنو صار في الاثناء باش وقت نوصلوا لتونس، حتى احنا بدنا لهنا، لانه انا الوحيد البارح الصحفي اللي كنت موجود في المطار وليد، وحكينا حتى مع المدرب على في الاوف، ومعناتها ما حكيناش على القرار بالطبيعه، ما عطاناش، لكن كان واضح تاثر المدرب من الكبير، حتى ما بقاش حتى مع الملعبيه، واضح زاد من خلال من رئيس الجامعه
اللي كان موجود في المطار، لكنه معناتها ما حكاش مع الملاعبيه، ما حكاش مع الاطار الفني، ما حكاش حتى مع الاداريين، كان موجود لتسهيل بعض الاجراءات ثم غادر هو بيدو، لانه هو خذا نفس خذا طائره اخرى في اتجاه ياوندي. تعرف المباريات ما عادش فما في قروا، وبالتالي البارح في نفس التوقيت تقريبا 10 ونص تاع الصباح كانوا فما زوج طائرات، طائره خاصه باش تنقل المنتخب التونس، وفما طائره اخرى خاصه باش تنقل المسؤولين بتاع الاتحاد الافريقي والمسؤولين الاعلاميين باش تهزهم الياوندي، كان هو موجود معاهم وديع الجريفي في طائره اخرى، وبالتالي يعني ما صارش كونتاكت بينه وبين الاطار الفني. التاثر واضح حسب ما فهمت، حتى معناتها حكيت مع بعض الزملاء البارح، قلت انه القرار باش يكون في الساعات القادمه بالفعل، لكنه كان اسرع مما كنا نتصوروا. كنت اعتقد انه باش يكون التعامل مثلا كما صار مع عادل السليمي، يكون التعامل مثلا انه تصير ندوه صحفيه، انه المدرب هو بيدو يخرج يقول انا معناتها انا باش نستقيل، لكن تصير الامور في المطار تقريبا ولا ساعتين بعد الوصول للمطار. هذا الشيء اللي ممكن انيس انيس سامي العكريمي باش يتوجه لك بسؤال. سامي لا مش مستجري بسؤال، انا تتذكر انيس وقت هبطت الفيديو وانت في المطار ولا لا؟ أي. وقت هبطت انت الفيديو في المطار انا على فيسبوك نتاعي قلت راهو تمت اقاله منذر الكبير و جلال القادري هو باش يكون المدرب القادم للفريق الوطني، لانه الفيديو نتاعك والصوره كانت واضحه برشا، كانت واضحه برشا، كان منذر كبير وحده قاعد وحده في كوان في المطار، وبعد انت تعديت بالفيديو نتاعك تعديت في كوان اخر بعيد في المطار، حسين جنيح اللي هو العضد الايمن لوديع الجري والمسؤول الاول على الاقل اداريا معناتها على المنتخب، كان ثم جلال القادري قاعد مع حسين جنيح في وقتها. انا هبطت الخبر انه وقع ازاحه ولا اقاله منذر الكبير وتسميه جلال القادري، لذا انت هذيك الفيديو نتاعك كانت معناتها بارلونت برشا، معناتها وقتها واحد يعرف شويه الكوره يشوف مدرب وطني قاعد معناتها في كوان في المطار وحده، وبعد التقاسيم وجهه معناتها كانت معناتها واضحه برشا، وتشوف في جهه اخرى حسين جنيح يتكلم مع جلال القادري. صحيح صحيح، هذا كنت نحكي، قلت احنا البارح باعتبار انه معناتها كنت تنقلت المطار في وقت مبكر جدا، وخذينا الفيديو معناتها خذينا في المباشر، كنا على معناتها على الباج تاع اكسبريس اف ام بالنسبه للفيديو نتاع البارح فيما يخص المنتخب الوطني التونسي، وتو نبعث حتى ممكن صوره هي المحل خذيتها بشكل شخصي، يعني ماهيش بشكل يعني باش اللي المدرب مظهر كبير، واضح انه لاول مره الحقيقه نشوف انسان ما نعرفش كيفاش نقول الحقيقه نتاع ربي، يعني نحكي على المستوى الشخصي، انسان حزين بالطريقه هذيك، تعرف باش من بعد اللي تعدى عليه الكل على في الايامات الاخيره، معناتها شيء معناتها وفاه نسيبه ثم معناتها الكوفيد ثم الاتقان الكل، بعد نحكي قديم على المستوى الانساني، ثم الاتقان الكل على بعد مباراه المنتخب النيجيري، فما حاجه واضحه زادة انه بعض اعضاء المكتب الجامعي ما همش ما عينهمش في المدرب الكبير، وهذا واضح، وفما شكون الدز في 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 اتجاه انه المدرب منذر كبير بطبيعه يغادر، وفما شكون دز انه جلال القادري هو يكون المدرب الاول للمنتخب الوطني التونسي، هذا من كل معطيات واضح يعني بالنسبه للاطار الفني. البارح كما قلت كنت في المطار كان واضح كما كنت تحكي سامي، معناتها كان كل واحد وحده بالنسبه للاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، كان معناتها قلت حتى رئيس الجامعه ما مشاش تنقلش حتى معناتها وين موجود بقيه الوفد، يعني واضح انه خليني نقول لكم معناتها انه بعد مباراه المنتخب النيجيري وانتصار المنتخب النيجيري حسب اعتقادي الشخصي
وقتها وفات الكاس الافريقيه، وقتها وفات مغامره المنظمه الكبير مع المنتخب الوطني التونسي، حتى هو بيدو حتى وقت اللي جا المطار قروه بعد نهايه بعد نبرام الكوفيد، وكان معاه محمد علي بن رمضان، محمد امين بن حميده، معناتها حاول يشكر الاطار الفني اللي معاه ويحكي على جلال القادري لدقائق طويله. ممكن وقتها حس انه تم سحب البساط من تحت ساقيه، بطبيعه واضح هذا بالنسبه للمدرب منظر الكبير. أنيس، حبيت أولا نشكرك على التغطية اللي قاعد تقوم بها، لأنه بصراحة مميز جدا على مستوى شخصي ومعناها حرفيا. أنا باسم هنا كل الفريق نتاع إكسبريس أفام نحب نحييك تحية خاصة، لأنك عايشنا أجواء الكان بكل تفاصيلها. نعرف اللي الأمور باش تتواصل حتى على الأقل 6 فيفري نهار الأحد الجاي الموعد نتاع النهائي، وماهيش باش تكون سهلة، لأنه كما ذكرنا في غياب المنتخب تصعب شوية الخدمة. صحيح التعب يمكن ينقص، لكن الخدمة تولي أصعب. كان وليد الصورة اللي كان يحكي عليها أنيس الحق معبرة برشا، المدرب المنظر الكبير في المطار ما نعرفش الطريقه ما كانتش باهيه، خاصه الفيديو يلزم نعديه الفيديو باش تشوف بعد، لانه انيس تنقل سامحني انيس دقيقه، لانه انيس تنقل من منظر كبير وحده، تنقل بعد بالفيديو نتاعو الى حسين جنيح والقادر يتكلموا بعضهم، ثم اون بريز دو بوفوار، ثم انسان معناتها وقع اقالته، انسان وقع هي الكلمه. يمكن هو ثم تخلي على الشخص قبل المدرب، ثم تخلي معناها كأنه ايزولي، باش نحكيو فيها باكثر تفاصيل. انيس تحيه كبيره لي، تفضل تفضل انيس. جوز باش نكمل معناتها وليد، الحقيقه معناتها نحكي على رايي الشخصي. صحيح معناتها ثم انسان غلط لازم يتحمل اختياراته الفنيه، صحيح انه انسان لازم يتحمل طريقته السيئه في التعامل مع وضعيه المباريات، صحيح انه معناتها على المستوى الفني ممكن معناتها اخطا برشا المدرب منظر كبير، واخطا حتى في شخصي انا كاعلامي. صحيح معناتها تنجم تكون المساوئ الكل، لكن فما ناس اخرين الحقيقه لازمهم يخلصوا فاتوره سنوات طويله، مكتب جامعي لازم يخلص سنوات طويله من الفشل، وهذا لازمنا نقولوه اليوم بصوت عالي، لازمهم يخلصوا منظر كبير خلص عامين ونص، فما ناس عندهم تقريبا 12 سنه ونص، هما نفس الناس نفس الوجوه، يلزمهم زاد هما بيدهم يخلصوا ويصير. انت قلت الكلمه انيس، يلزم يخلصوا ضريبه الفشل. باش يخلصوا ضريبه الفشل يلزم يكونوا مقتنعين اللي هما فاشلين ديجا، وهذا يا رايي. لا مقتنعين، انا حاسب رايي، انا حاسب رايي وليد، انا حاسب رايي بالشيء اللي عشته لهنا، معناتها ما ينجموش يكونوا الا مقتنعين انه فشل كبير، لانه واضح معناتها في كل دوره نفس المشاكل. منتخب ما ينجمش يتعدى دور ربع نهائي، منتخب ينجح اكثر في المواجهات المباشره، مثلا مالي نجم نربحوها اليورو تور ما عندناش مشكل في تصفيه كاس العالم، لكن وقت نلعبوا دور على 6 مباريات او 7، ما تحكيليش على البطوله العربيه، لان البطوله العربيه راهو كاليبر واحد ياخذ، هذا باعتراف بعض الملاعبيه بيدهم اللي يبداوا يتفكوا راهو هنا في الكان، معناتها بين بعض اللي يقول له يا اخي تسخيب البطوله العربيه، واللي يقول له انت عملت مباريات كبيره في البطوله العربيه، لا لا هذا يقول له راهو كاس افريقيا راهو حاجه اخرى. معناتها ما نجموش قعدنا نحكيو في تفاصيل هامشيه، نحكيو ديما على ترتيب المنتخبات، انا ديما نقعد نقول ديما نعاود الكونفرنس اللي حضرتها بتاع مدرب بوركينا فاسو، ممكن ما ننساهاش لسنوات طويله، لانه حتى كان ينسى حرب المنتخب البوركيني في الدور نصف النهائي، انا باش نقعد نتذكر كامو مالو مدرب المنتخب البوركيني كيفاش قال، انا تو احنا هدفنا قال في بوركينا فاسو السيطرة على المستوى الافريقي، قالها وما حشمش، قال يلزمنا تو نسيطروا على المستوى الافريقي لسنوات طويلة، قال يلزمنا نكونوا موجودين في اللي كان جايين ديما في الربع النهائي نصف النهائي نهزوا الكان، وقال بعد تو نمشيو لكأس العالم مانيش مزروبين، قال لازم نحضر قال في سنة 2030 هو قالها ما نعرفش بتفدليكا ولا لا، قال في سنة 2030 باش تلقانا موجودين في كأس العالم، لأن باش نمشيو بالمرحلة نمشيو على المستوى الأفريقي، احنا اللي مشينا على المستوى الأفريقي اللي مشينا على مستوى كأس العالم، معناتها يلزم زاد برشا حاجات تتراجع. واضح أنيس، جزيل الشكر ليك، جزيل الشكر ليك أنيس السحباني، مبعوثنا في الكاميرون.